سلق جوج بيضات قسمهم على جوج دير مليحة وكمون وكل نص كب فوق منه قطرات ديال زيت الزيتون. مذاق ما شاء الله رائع وتجانس ما بعده تجانس البروتينات الفيتامينات المعادن اللي كاينين في البيض مع الاحماض الدهنيه ومضادات الاكسده اللي كاينه في زيت الزيتون كتكون خديتي اقوى وجبه صحيه ومغذيه اللي تقدر تبدا بها نهارك وتعاونك على التركيز. اقوى وجبه كتفرح بها خليه الدماغ ديالك هي هذه. متابعي قناه بيت الصحه والسعاده السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وصحه جيده وفي احسن الاحوال يا رب. الى سولتكم اشنو هو اكثر مشكل كيعانوا منه المغاربه كشعب والدول العربيه ككل، اشنو غادي يكون الجواب ديالكم؟ بطبيعه الحال مورا ما قريتوا العنوان ديال الفيديو غادي تكونوا عرفتوا الجواب، ولكن صراحه كون ما شفتوش العنوان غادي يطيح لكم الجواب على بالكم. ما كنظنش والله اعلم. معظمنا كتلقاه معصب وعلى سبو تركيز والو، كنساو الزربه، الذاكره ضعيفه، الانتباه ما كاينش، وهذا الشيء ماشي غير عند الكبار، حتى الصغار كيعانيوا منه. امبوسيبل يشد الكتاب لفتره طويله ولا حفظ شي حاجه دغيا كينساها. معضله جميع الاساتذه اللي كيتشكاو منها هي التركيز عند التلاميذ وتشتت الذهن، وهادشي بصفه عامه راجع الكفاءة عمل الدماغ ماشي هي هذيك، المخ ما خدامش بشكل طبيعي، وهادشي راجع بطبيعه الحال لبعض العادات كاين منها اللي تفرضت علينا وكاين منها اللي كنديروها بيدينا. في هذا الفيديو غادي نوريكم ان شاء الله اشنو هي هاد العادات، وفي الاخير غادي نعطيكم بعض المواد الغذائيه اللي موجوده تقريبا في كل بيت عندها قدره عاليه على تنشيط الدماغ وكتساعدو كثير على استرجاع القدرات ديالو. المهم بلا ما نطول عليكم نبداو بالعادات اللي كتدمر المخ. أول عادة اللي عندها تأثير مباشر وسريع على وظائف الدماغ هي الأجهزة الإلكترونية. يوم من بعد يوم كيزيدوا كيطوروا بعض مزايا في الهواتف النقالة والكمبيوتر والألعاب اللي كتخليك مركز معها ما تشوف لا هكا لا هكا. كون داك الخشوع اللي كنتخشعوا مع هاد المشاقف نخرجوه في العبادات والدراسة كون دينا أجر الدنيا والآخرة. كنا كنحددوا من التلفازة ساعة خرج لينا ما هو أخطر، لي بيسي لي تيليفون لي كونسول. كتلقى واحد الخدمة ديالو النهار كله هو قدام البيسي، وفاش كيسالي الخدمة باش يرتاح شنو كيدير؟ كيهز التليفون. ومع هاد المصيبة ديال الفيديوهات القصار ريز شورتس تيك توك واش عرفتوا اشنو كيديروا للمخ؟ تشتت ما بعده تشتت. تقدر تبقى فيديو مورا فيديو ما تساليش ساعه كدوز بالزربه بلا ما تحس، كتجي كتشوف كتلقى راسك تفرجتي على الاقل في واحد 60 فيديو في الساعه. والمخ هنا كيولي عنده واحد الحاله ديال التعود على نمط حياه اسرع، كتولي باغي كلشي بالزربه، ما كتبقاش عندك القدره باش تشد كتاب لفتره طويله او لا تفرج فيديو طويل. دغيا كتبدا تمل فحال اللي وقع لك دابا نيت حسيت بك مليتي لان الفيديو فات جوج ديال الدقائق كاين ولا التاثير ديال هاد الفيديوهات القصار تماما بحال الادمان. المشكل كياثر لك على حتى على العادات اليوميه ديالك وخصوصا عند الدراري الصغار. عندك هاد الفيديوهات القصار والالعاب كون تشوفوا الطريقه باش كيتصموا ولي كريتير اللي كيعتمدوا عليهم والله تيضركم راسكم. هادشي كيدخلوا فيه لا سيونس لان قد ما دوزتي وقت اكثر قدام هاد الفيديوهات والالعاب قد ما هما رابحين وما كتهمهمش انت موت ولا جلس. هادشي بلا ما ندخلوا في لي ميساج اللي كيدوزوا عن طريق هاد الفيديوهات والالعاب. المهم هذا كيف ما كنقولوا الموضوع بوحده وخاصه حلقه خاصه به. المهم هاد الاجهزه الالكترونيه خصوصا هاد الفيديوهات القصار جميع مواقع التواصل الاجتماعي كيلتاجئوا ليها لانهم اكثر وحدين عارفين التاثير ديالهم على العقل البشري كيخربوه طولا وعرضا. ثاني حاجه اللي حتى هي كتاثر على الدماغ بشكل مباشر هي النعاس، قله النوم او عدم الانتظام ديالو مدمر للجسم ككل ماشي غير الدماغ. تخيلوا معايا كاين بعض الوظائف ما كيقوم بها الدماغ الا في الفتره ديال النوم العميق، والمشكل هو ان الدماغ سي توت ان بروغرام عنده وقت معين في كيقوم بهاد الوظائف هادي. بحالاش؟ بحال تجديد الطاقه، ترميم الانسجه العصبيه، كيحيدك داك الضرر الناتج على الجهد اللي قمتي به النهار كامل، كيشدد لك الذاكره، كيقوي لك العمليات العقليه وبزاف ديال المسائل الاخرى المعقده اللي كتوقع في الدماغ في الوقيته اللي كتنعس فيها وعندها وقت معين فاش كدار. الا مثلا اليوم نعستي مع 10 غدا مع 2 بعده مع 11 يعني فترات النوم غير منتظمه، الدماغ ديالك كيتخربق، هذيك الوظائف ما كيبقاش عارف امتى يقوم بها وما كاينش اللي كيطير النعاس في هذا الزمان اللي كنعيشوا فيه قد الاجهزه الالكترونيه. فاحنا عاوتاني رجعنا لها. هي كاين اسباب كثيره ولكن حصه الاسد كترجع ليها. اضواء الشاشه الزرقاء كتخربق لك لي بارامتر ديال ساعه النوم البيولوجيه وكتمنع من انتاج الميلاتونين، ولا ما كاينش ميلاتونين ما كاينش نعاس بيان سور. ثالث حاجه مدمره للمخ وكتخرج على الاعصاب وخلايا الدماغ السكر. فاش كنستهلك السكر بكميات كبيره الانسولين كيبدا يتفرز بشكل كبير في الدم، اليوم غدا بعده كتولي عندنا مقاومه الانسولين، من بعد امراض متلازمه الايض بحال السكري والضغط والبقيه راكم عارفينها. مع الوقت اشنو كيبدا يبان علينا؟ اعراض ديالاش ديال الزهايمر، والزهايمر اشنو كيسميوه دابا؟ السكري النوع الثالث. هادشي على المدى الطويل ولكن اجي نشوفوا التاثير الفوري. معظم الناس فاش كيجيهم الجوع التركيز ديالهم كيتوضر والعصبيه كتبان عليهم بحال اللي كيوقع في الايام الاولى ديال رمضان تماما، كلشي معصب الخاطر والو بنادم على سبه خاصو غير علاش. ولاش راجع هادشي؟ راجع الانخفاض الحاد لسكر الجليكوز في الدم، عقلتو على البيك دو جليسيمي. فاش كتاكل سكريات السكر ديال الدم كيطلع بالزربه، كيتفرز الانسولين،
كيدخلوا الخلايا اش كيوقع؟ قد ما طلع سكر الدم بالزربه قد ما كيطيح بالزربه، وهنا كيوقع لك ما يسمى بالكراش. هذا الانخفاض الصاروخي من بعد الارتفاع الصاروخي هو اللي كيخليك معصب والتركيز ما كيبقاش، كتولي كتقلب على مصدر اخر ديال السكريات باش تسدك الجوع اللي انت حاس به في ديك الوقيته، كيولي عندك ادمان على السكر. وهذا الشيء مع المده من غير العصبي يقل التركيز كيخرب لك الاعصاب وخلايا الدماغ، هو اللي كيتحول للالزهايمر والباركنسون وامراض اخرى ديال الجهاز العصبي. هاد ثلاث اشياء الا عرفتي تتحكم فيهم او لا تعامل معاهم فكون على يقين بان الدماغ عندك غادي يمشي معك لابعد نقطه او لاخر رمق من حياتك باذن الله. دابا اجي نشوفوا خمس مواد غذائيه اللي عندها تاثير خرافي على صحه المخ. المخ عندك فاش كتعطيه وحده من هادو في النهار كيكون عنده العيد. اول حاجه زيت الزيتون، زيت العود البكر، وكنسطر على البكر. علاش؟ لانه كيكون غني باقوى مضادات الاكسده اللي كينعلوها جهاز العصب. مضادات الاكسده معروف على انها كتقلل الالتهابات، فحالاش فحال البونيفينولز، الكاروتينويدات، فينولز، فيتامين او اللي حتى هو كيتعتبر مضاد الاكسده. هادو كلهم كيوفروا حمايه للجسم بصفه عامه والدماغ بصفه خاصه من التلف ناتج عن التاكسد. ملعقه صغيره الصباح على الريق يكون اول حاجه تدخل الجسم ديالك. بغيتي دير خدمه سلق جوج بيضات قسمهم على جوج، دير مليحه وكمون، وكل نص كب فوق منه قطرات ديال زيت الزيتون. مذاق ما شاء الله رائع وتجانس ما بعده تجانس. البروتينات، الفيتامينات، المعادن اللي كاينين في البيض مع الاحماض الدهنيه ومضادات الاكسده اللي كاينه في زيت الزيتون، كتكون خديتي اقوى وجبه صحيه ومغذيه اللي تقدر تبدا بها نهارك وتعاونك على التركيز. اقوى وجبه كتفرح بها خليه الدماغ ديالك هي هذه. ثاني ماده كتزيد من كفاءه الشغل المخ هي زيت او زبده جوز الهند. علاش؟ لان هذا الزيت او هذه الزبده فيها الام سي تي اويل، الميديوم تشين تريغليسيرايدز. هاد الزيت هادي راه موجوده سميتها الام سي تي اويل، مستخرجه من جوز الهند. ما لقيتيهاش اولا جاتك غاليه، ناخذ نواه كوكو ونستخرجوا الزبده ديالته. راه سبق لينا درنا فيديو على كيفيه استخراج زبده نواه كوكو. هاد الزيت ما كتخليش الدهون الحشوي تتراكم داخل، ايوا هو جاب هاد الدهون لاشتغال المخ. هاد الدهون كل ما زادت في الجسم كل ما كيكثروا فيه المشاكل وما كيبقاش خدام مزيان كيف ما كان في الاول. وبهذا الطاقه اللي المخ محتاجها باش يقوم بالوظائف ديالو غادي تكون طاقه غير نظيفه، طاقه جد ضعيفه. زائد ان هاد الزيت كيعزز انتاج الكيتونات اللي كيف ما كنعرفوا هي عباره عن طاقه نظيفه، واللي خلايا الدماغ كتفضلها كمصدر بديل للطاقه. المهم هاد الزيت سبحان الله جميع الابحاث اللي تجرات عليها لقاو عندها علاقه وطيده بصحه الدماغ وعوامل الاداء العقليه. حتى هو بحال زيت العود، معلقه صغيره الصباح ونقدروا نزيدوا وحده قبل ما ننعسوا. ثالث حاجه هي الاوميغا 3 الغنيه على التحليف. الاوميغا 3 الجسم ديالنا ما كيفرزهاش. الاوميغا 3 فيها ماده دي اتش اي، الاحتياج اليومي ديال الجسم منها ما بين 1000 حتى 2000 ملغ يوميا. ما لاحظتوا معايا والو؟ هاد المواد كلها اللي ذكرنا هي عباره على دهون. علاش زعما؟ حيت 60% من تركيب الدماغ عندنا هي عباره عن دهون، يعني احتياجات الدماغ من الدهون عاليه، خاصك ضروري توفرها ليه. هاد الدهون الا وصلها بشكل صحي وتكون صحيه غادي يكون ناشط وغادي يعطيك احسن فيرسيون ديالو. عطيتيه دهون غير صحيه وراكم عارفين علاش كندوي، فما يمكنش يعطيك داكشي اللي كتسنى منه. الاوميغا 3 من اعلى مصادر الدهون الصحيه واكثر ماده مضاده للالتهاب كاينه في الجسم طبيعه الحال الا وفرتيها ليه. واكثر ماده فيها الاوميغا 3 هي الاسماك، زريعه الكتان، القرقال، افوكا، الجنجلان الى اخره. سينو ناخذوها سو فورم دو كومبليمون. راه سبق لينا تكلمنا على الاوميغا 3 بالتفصيل في فيديو من قبل. رابع حاجه من غير الدهون الصحيه هي غذاء الملكات، معجزه ربانيه. شوف ما غادي ندوي لا على البروتينات اللي فيه، لا على معادن، لا على احماض امينيه، لا على فيتامينات. غادي ندوي على واحد الهرمون اللي كيتعتبر اهم عنصر في هذه الماده الغذائيه، وهرمون الريغلين او لا الرويال لاكتين. هذا الهرمون اللي كاين في غذاء الملكات هو اللي كيطور النحله الملكيه وكيعزز النمو ديالها وكيخليها تمتاز على بقيه النحل بعمر طويل وقدرات عقليه اكثر من هذاك الشيء اللي تقدر النحله تنتجو بيولوجيا. وهذه القضيه هي اللي كتهمنا حنا. عده ابحاث تؤكد على ان هذا الهرمون عنده دور جد حساس في تحسين صحه وظائف الدماغ البشري. في واحد التجربه عطاو بعض الاشخاص غذاء الملكات بصفه مستمره لمده 15 يوم، لاحظوا عندهم تحسن واضح في الوظائف العقليه، ما بقاش عندهم مشكل ديال النسيان، اما التركيز والانتباه وسرعه الحفظ تطور عندهم بشكل غريب، وهذا الشيء راجع لتاثير هذا الهرمون على نمو خلايا عصبيه جديده في ظرف زمني قصير. 20 غرام من غذاء الملكات في كيلو ديال العسل، معلقه صغيره في الصباح واخرى قبل النوم يوميا، وردوا عليا الخبار. خامس واخر حاجه وهذه بالنسبه لي مفعوله كالسحر، هذا بوحده يغنيك على هذا الشيء كامل اللي ذكرنا، والنتيجه في اسبوع غادي يبان لك الفرق، ماشي شهر ماشي شهرين، اسبوع واحد غادي تحس باختلاف جذري. هذه الماده خاصنا نديروا عليها حلقه خاصه بها، فيها بزاف ما يتقال. الجينسينغ، الجينسينغ فيه انواع كثيره، كاين الاسيوي، الامريكي، السيبيري، الكوري الاحمر، وانواع اخرى كثيره كل واحد والدور ديالو داخل الجسم، على حساب الاحتياجات ديال الفرد والاهداف اللي باغي ناخذوا على قبلها. بالنسبه
تعزيز الوظائف الفكريه وتحسين الذاكره والتركيز. المهم كل ما له علاقه بالجهاز العصبي، الجينسينغ الاسيوي كيبقى الافضل، وخصوصا الاحمر الكوري كيتعتبر اقوى منشط للدوره الدمويه على وجه الارض. وانا جيدا ما اقول، ماشي مبالغه، كيزيد من تدفق الدم في الدماغ، وفيه مركبات خاصه به بحالاش بحال الجينسونيسيدات اللي كتنشط وكتاثر تاثير مباشر على نشاط النظام العصبي المركزي، كتحمي خلايا الدماغ من التلف الناجم على الجدول الحره، كتنشط الدوره الدمويه فيه، واشياء اخرى كثيره. واخا ومين غادي نجيبوه؟ في اسيا وتركيا موجود عندهم، الا كتعرفوا شي واحد تما يصيفطوا لكم. سينو راه كيتباع على شكل مكمل غذائي في لي بارافارماسي، معلقه صغيره في الصباح على كاس ديال المدافي وبالصحه والراحه. الاطفال قل من 14 عام ممنوع عليهم، وحتى اللي عندهم لاطونسيون. الا منعنا الثلاث عادات الاولى اللي كنا ذكرنا واستخدمنا وحده من هاد خمس مواد غذائيه اللي تكلمنا عليها دابا في الاخر، كون على يقين بانك غادي تحس بتحسن في الذاكره والانتباه، وقدرتك على الحفظ غادي تزيد، واشياء اخرى عندها علاقه بالجهاز العصبي غادي تغير 180 درجه. هادشي اللي عطا الله بالنسبه لهاد الحلقه هذه، كنتمنى انها تكون مفيده. كان معكم اخوكم رضوان شوقي في المختصر المفيد، خليت لكم راحه والى حلقه مقبله مع موضوع جديد باذن الله.